بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم راح نتناول في محاضرتنا نوع من أنواع الأفعال في اللغة الإنجليزية واللي هي phrasal verbs. طبعا أكو عندنا 200 تقريبا 200 common phrasal verbs، يعني عندنا تقريبا 200 phrasal verbs، يعني 200 نوع من هذا الأفعال، من هذا الفعل في اللغة الإنجليزية. وطبعا تعريف phrasal verbs are usually two words phrases consisting of verb plus adverb or verb plus preposition. طبعا phrasal verbs تتكون أو تتألف من طبعا كلمتين، أكثر من كلمتين، قلما أكو phrasal verb ثلاث كلمات. طبعا هذا هسه خارج محاضرتنا، احنا هسه راح نتناول بانه الاغلب الفريسل فيربس هي تتكون من كلمتين اللي هي فيرب بلس اد فيرب، يعني الفعل زائدا الظرف، اور يعني او فيرب فعل زائدا بريبوزيشن. هذا اللي يتالف من عندها الفريسل فيربس. لايك ماني اذر فيربس فريسل فيربس often have more than one meaning. طبعا عندنا مثل بقية الأفعال في اللغة الإنجليزية phrasal verb أيضا عندها قسم من عندهن أكثر من معنى، تعطي أكثر من معنى. As well as learning their meanings you need to learn how to use phrasal verbs properly. Some phrasal verbs require a direct object, someone or something, while others do not. يعني عندنا بعض الفريسال فيربس يتطلب مباشرة مفعول به object، يعني مثلا someone or something، بس البعض الآخر لا ما يتطلب. أما some phrasal، يعني عندنا some phrasal verbs can be separated by the object. Some phrasal verbs can be separated by the object while other cannot. بعض من هاي phrasal verbs من هذا النوع من الأفعال طبعا هي كلمتين تكون مفصولة، يعني تكون بالنص بين الكلمتين يكون الأوبجكت. وهسه طبعا راح ناخذ أمثلة، ناخذ فد عدد لا بأس به من phrasal verb وناخذ أمثلة عليها، وراح تشوفون شلون اكو قسم بيهن تكون separated by the object، يعني تكون مفصولة by the المفعول به، في حين البعض الاخر لا ما يمكن فصلها بواسطة يعني المفعول به الobject. Review the grammar lesson on phrasal verbs from time to time so that you don't forget the rule. يعني هذا اقتراح من عندي بانه انت دائما حاول تشاهد محاضرة القواعد أو محاضرات القواعد اللي على الفريسل فيرب من وقت إلى آخر، بحيث أنت تكون تتذكر القواعد لهذه الأفعال. أعزائي الطلبة، هسه طبعا راح نتناول قسم من هاي الأفعال اللي هي phrasal verbs. طبعا احنا رتبنا جدول، هذا الجدول هي متكونة من ثلاث أعمدة. العمود الأول هو الverb، يعني phrasal verb. العمود الثاني هو meaning، المعنى مالته. والعمود الثالث هو example، على كل واحدة راح ناخذها راح نعطي جملة باللغة الإنجليزية أو example على هذا phrasal verb. مثلا أول فعل راح ناخذه ask someone out. ask someone out، هسه تشوفون هنا الask out، ask out هو الفريسل فيرب، someone هو الأوبجكت. يعني تلاحظون قبل شوية ذكرنا بأنه بعض من الفريسل فيرب تكون مفصولة separated by the object، يعني هنا ما نقدر نقول ask out، ask someone out. زين شنو معنى ask out؟ ask someone out، someone out يعني invite on a date، يعني قوم بدعوة، عندما تريد أن تقوم بدعوة شخص على موعد. زين فأنت تستعمل ask out، يعني بمعنى invite him. راح ناخذ مثال،
Brain asked Judy out to dinner and a movie. Brain asked Judy out to dinner and a movie. يعني Brain دعت أو قامت بدعوة جودي لتناول العشاء ومشاهدة موفي يعني فيلم. عندنا الفعل نمبر 2 ask around. ask around تشوفون هنا ما يتطلب هنا يعني كأوبجكت. شنو معنى ask around؟ ask المعنى المينينج ask many people the same question. ask people many people the same question مثلا يعني تسأل الكثير من الناس نفس السؤال. I ask around but nobody has seen my wallet. I asked around but nobody has seen my wallet. يعني أنا سألت نفس السؤال للكثير من الناس ولا واحد but nobody ولا واحد رأى has seen my wallet محفظة النقود. طلاب رجاء يعني أنا يعني دا شوفون دا أقرأ كل الكلمات فاتبع وياي وتركز معايا بحيث أنت تكون يعني شلون تلفظ الكلمة وبنفس الوقت أنا أترجم. يعني أنت هسه إحنا نريد أكثر من سكيل نطور يعني سكيل الفوكابولري. يعني أنا راح مثلا أترجم الكلمة مثلا wallet قد ما مر عليك wallet يعني محفظة نقود هذا للرجل. أما للنساء محفظة نقود سموه purse. زين فحاول يعني قراءة reading skill reading يعني مهارة القراءة ومهارة الفوكابيولوجي قد ما تقدر تحفظ يعني الإنجليزي مو بس جرامر. يعني احنا بمحاضرتنا هذا عندنا عدة أهداف نريد نوصل لها يعني مو بس الجرامر. فركز معايا عندما أقرأ. عندنا ثالثا add up to something. add up to something add up to هنا تشوفون هنا ثلاثة مثل ما قلنا القليل طبعا ثلاثة. هسه احنا عندنا add up to something. add up to يعني equal يعني مساوي المعنى يعني مساوي. your purchases مشترياتك add up to 205.32 دولارز. اوكي يعني عندك مشترياتك يعني هل قد حسابك يكون احنا بالعامية نقول. عندنا back something up. شنو back up؟ back up يعني reverse يعني ارجع او اعكس. يعني مثلا المثال راح ناخذه you will have to back up your car. يعني انت يجب عليك ان ترجع سيارتك احنا بنقولها ان ترجع سيارتك او يعني ترجع reverse back ترجع حتى احنا بالعربي نقول back ارجع باك. You will have to back up your car so that I can get out. You will have to back up your car so that I can get up. Get out, sorry. يعني بحيث أني أقدر أطلع. عندنا back someone up. Back someone up. الباك يعني هناك back something up يعني reverse. Back someone up يعني ميز بين something و someone. back someone up يعني support يعني دعمه. مثلا my wife backed me up over my decision to quit my job. يعني زوجتي ساعدتني بأنه على قراري لأنهي وظيفتي أو هاي الوظيفة. blow up. blow up means explode. explode يعني انفجار. The racing car blew up. The racing car blew up. طبعا طلاب تشوفون هناك بصيغة present. present sorry. يعني المضارع هنا بصيغة past. The racing car blew up after it crashed into the fence. The racing car blew up after it crashed into the fence. طبعا احنا يعني هنا لو مثلا ترجم مثلا the racing car يعني سيارة السباق انفجرت بعد ان اصطدمت بالسياج. طبعا الفينس السياج واصطدمت طبعا للسيارات يقولوها crashed into. crashed into طبعا هنا بالماضي it crashed into. نعم
عندنا هسه blow something up. blow something up يعني add air. add air يعني air، تعرفون الهواء. add يعني إضافة، ضيف هواء مثلا. يعني راح ناخذ مثال شوف حتى نعرف شلون هذا. we have to blow 50 balloons up for the party. يعني يجب عليك أن تنفخ أو تقوم بنفخ 50، احنا نسميها ما ادري يعني بالونز هو بالانجليزي، يعني نفاخه على مود البارتي اللي راح يكون الاحتفاليه. قد يكون احتفاليه مال عيد ميلاد، قد يكون غير نوع من الاحتفاليات. يعني هاي تعرفون النفاخات اللي يملوها بالاحتفاليات ويعلقوها يعني للزينه يعني. فهنا we have to blow 50 balloons up for the party. break down. break down يعني stop functioning. stop functioning المن يجي الفيهيجل فيهيجل سوري فيهيجل ماشين فيهيجل ماشين فيهيجل يعني السياره. يعني هنا ترى اكثر شيء الانجليز هناك يعني للسياره لكل انواع السيارات الفيهيجل يعني العربه احنا نسميها يعني بس هناك يستخدم يعني كل انواع السيارات يسموها فيهيجل فيهيجل ماشين. stop functioning بين قوسين vehicle machine يعني توقف المشين الماكينة أو الماكينة مات السيارة من يتوقف يعني خلص السيارة بعد ما تمشي. فأدنى المثال عليها our car broke down at the side of the highway in the snowstorm. يعني سيارتنا توقفت عن يعني العمل يعني الماكينة ما توقفت يعني بالتالي السيارة توقفت at the side of the highway على الطريق السريع اللي هو الهايواي in the snowstorm يعني في العاصفة الثلجية. عندما كانت العاصفة الثلجية السيارة توقفت على الطريق السريع. آسف طلاب. break down هنا أنا طبعا قلنا احنا يعني الفريسل فيربس يعني مرات تمتلك اكثر من معنى يعني حالها حال بقيه الافعال في اللغه الانجليزيه. يعني شوفوا هسه بريك داون هناك كان عملها يعني كان معناها توقف ماكينه مات السياره مثلا بريك بروك داون او بريك داون. هنا أنا بريك داون جيت ابسيت يعني شلون احنا نقول زعل او يعني ضاج مثلا يعني او كسر خاطره بالعاميه نقول. راح نشوفهم the women broke down when the police told her that her son had died. يعني هاي المراه او المراه هي معرفها the women broke down يعني كلش يعني تازمت يعني او ضاجت او يعني صارت في حالة سيئة يعني حالة نفسية سيئة جدا. when the police عندما police told her اخبروها that her son بانه ابنها توفى had died. عندنا مثال عندنا نوع اخر من فعل اخر من الافعال break something down. احنا بعدنا هسه break هذيك break down الاثنينات نفس المعنيين للاثنين اللي اخذناهن ما اجى يعني ما اجى الاوبجكت بالنص. هسه اذا اجى الاوبجكت بالنص مثلا break something down يعني شنو معناته breaks يعني break something down. هنا البريك داون ما تجي لا stop functioning ولا get upset، تجي divide into smaller parts يعني قسم الى اجزاء اصغر. يعني break هذا الشيء down مثلا يعني قسمها الى اجزاء اصغر. مثلا our teacher broke the final project down into three separate parts. our teacher broke the final project down into three separate parts. عندنا call on someone يعني المينينج مالته visit someone يعني زور
someone يعني زور واحد مثلا. مثلا we called on you last night. We called on you last night but you weren't home. We called on you last night but you weren't home. نحن قمنا بزيارتك الليلة الماضية ولكن لم تكن موجودا في البيت أو لم تكن في البيت. يعني هنا call on يعني visit يعني visit يعني نقدر نشيل called on نخلي we visit you last night but you weren't home. عندنا call someone up. Call someone up يعني phone يعني اتصال هنا. يعني call up يعني اتصل به. مثلا give me your phone number. Give me your phone number and I will call you up when we are in town. اعطني رقم موبايلك او رقم هاتفك يعني موبايلك phone number and I will call you up. انا سوف اقوم بالاتصال بك when we are in town عندما نكون نحن في المدينة. يعني عندما نصل إلى المدينة أو نكون في المدينة. calm down مرات دائما نسمع يعني مرات تشوفون مثلا دائما يستخدموها يعني المتكلمين باللغة الإنجليزية يعني خلال الأفلام أو البرامج. مثلا واحد تنرفز وصار عصبي ومنفعل ويصيح له please calm down يعني اهدأ. احنا بالعامية نقول معود اهدأ. يعني من نشوف واحد مثلا منفعل أو منزعج وصاير عصبي وصاير أحمر زين يقول له calm down يعني معناته calm down يعني relax after being angry يعني ارتخي او شلون استرخي بعد ان كان يعني عصبي المزاج. فعندنا المثال عليها you are still mad you need to calm down before you drive the car. You are still mad طبعا mad هنا يعني مجنون زين بس هنا يعني تعرفون العصبي والمنفعل يعني المزاج يعني تقريبا يكون اشبه بالمجنون لانه ما يعني دائما تلقى الانسان العصبي والمنفعل جدا يقوم بافعال هو لما يكون بحاله الاعتياديه ما يسويها. فلذلك هو ده يقول له يعني شاف عصبي يقول له you are still mad انت بعدك مجنون. You need انت تحتاج you need to calm down انت تحتاج لتهدى قبل ان تسوق السياره before you drive the car. Not care for someone or something. Not like. I don't care for his behavior. هنا care for not care for something or someone not like. بس هذا اي نعم formal. يعني I don't care for his behavior. Care for يعني not like not care for يعني not like. Catch up ايضا ك phrasal verb يعني المعنى مالتها get the same point as someone else. Get to the same point as someone else. You will have to run faster than that if you want to catch up with Mary or Marty. You will have to run faster. انت يفضل ان تكون اسرع مما انت عليه اذا كنت تريد اللحاق يعني catch up with Marty. يعني اللحاق هنا catch up احنا الcatch up يعني نلحق يعني بس هنا مو اللحاق اللي يكون بالركض يعني بالاكشن لا يعني احنا نقول مثلا اذا نقول مثلا انت تريد توصل لنفس المستوى سين من الناس you have to catch up with فلان مثلا يعني by مثلا hard working by مثلا hard studying مثلا يعني check in طبعا هنا check in يعني المعنى مالت arrive and register at a hotel or airport يعني هاي من تستخدم مثلا بالفنادق الهوتيل وبالمطارات ايضا الايربورت. مثلا من توصل انت تسوي checking in يعني المدقق الموظف راح يدقق انت شنو شايل معك
شنو شايل معاك مثلا من مواد من كذا قبل الدخول، يعني قبل الدخول للصالة لانتظار وقبل الرحلة يعني. فمثلا we will get the hotel keys when we check in. هنا هسه المثال مثال مالتها على الهوتيل. احنا قلنا هنا هو على الهوتيل، بالهوتيل يستخدم وبالايربورت. checking in، check in كفعل، checking in as a noun يعني كاسم. arrive and register at a hotel or airport. we will get the hotel keys يعني احنا راح نستلم المفاتيح ال when we check in. when we check in احنا راح نستلم المفاتيح مالت الهوتيل لما بعد عملية يعني عندما نسوي check in. نعم. check out، check out هذا عكس leave a hotel. من تغادر الهوتيل checking out راح تسوي you have to check out of the hotel before 11 a.m. يجب عليك أن تسوي check out يعني تغادر. you have to you have to check out of the hotel before 11 a.m. يجب عليك أن تغادر الهوتيل قبل 11 صباحا. هسه عندنا check someone or something out. check out هنا لما يجي بينها تنس الاوبجكت someone or something doesn't matter ما تعني look at carefully يعني investigate يعني تحقق. مثلا المثال اللي ناخذها the company checks out all new employees يعني الشركة تحققت من جميع او تحقق من جميع موظفيها الجدد. check out someone or something check out هنا بعدها تجي ال someone و something يعني الاوبجكت ما يجي لمن بالنص يعني بين check وبين ال out تعني look at. look at بس هي informal يعني مو رسمية يعني formal هو الرسمي. check out هنا يعني look at. check out the crazy hair on the guy يعني يعني باوع او انظر يعني لهذا الشعر يعني هيئة الشعر المجنون على اللي يملكه هذا الشخص. cheer up cheer up تعني become happier يعني يصبح اسعد. she cheered up when she heard the good news she cheered up when she heard the good news هي أصبحت يعني أسعد أو أصبحت سعيدة عندما سمعت أخبار جيدة الأخبار الجيدة. cheer someone up cheer someone up تعني هنا طبعا شوف cheer up هناك become happier هنا cheer someone up لما الأوبجكت يكون بالنص يعني يفصل الفريسال فيرب ال two words مالتها هنا make happier يعني يجعله أسعد أو سعيدا. مثلا I brought you some flowers to cheer you up I brought you أنا جلبت لك some flowers يعني زهور to cheer you up لأجعلك سعيدا. chip in تعني help means help. if everyone chips in we can get the kitchen painted by noon إذا الجميع يساعد نحن نستطيع أن يعني نقوم بصبغ المطبخ بحلول العصر يعني أو بحلول الظهر sorry by noon not afternoon by noon حلول الظهر. clean something up clean something up تعني tidy or clean. please
clean up your bedroom before you go outside. Please clean up your bedroom before you go outside. Come across something means find unexpectedly. يعني وجد بشكل غير متوقع، يعني ما متوقع هو راح، يعني ما متوقع راح يلقى هذا الشيء او يشوفه. مثلا I came across these old photos when I was tidying the closet. يعني بشكل غير متوقع اني لقيت او وجدت هاي الصور القديمة. Come apart separate يعني افصل او يفصل. The top and bottom يعني الاعلى والاسفل. Come apart يعني ينفصلون. If you pull hard enough, if you تسحب بشكل كلش كافي، يعني بشكل بما يكفي من سحب، يعني سحب. If you pull hard enough. Come down with. هنا ثلاث كلمات، يعني قلنا احنا يعني قليلين، احنا ما كنا ناويين ناخذ يعني الثلاث كلمات، فلا بأس يعني اذا عندنا هسه كم، يعني هم راح يصير عندنا فكره. Come down with something يعني معناته become sick، يعني يصبح مريضا. Come down with something يعني اصبح مريض. My nephew came down with chicken pox this weekend. My nephew came down with chicken pox this weekend. يعني أصبح مريضا بهذا المرض اللي هو chicken pox. بصراحة أنا chicken pox، إحنا chicken pox أعتقد، آسف يعني بالعامية إحنا نسميها أبو خريان. أبو خريان this weekend. قلت هو أبو خريان، يعني ما أعرف المصطلح الفصيح بالعربي مالته. chicken pox اللي يصيب الأطفال هو أبو خريان. Come forward means volunteer، يعني متطوع. For a task لمهمة، or to give evidence. مثال the woman came forward with her husband's fingerprints. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة. آملا قد استطعت أن أوصل أصل إلى أهدافي، وهي واللي هي يعني استيعابكم إلها وفهمكم لفريسل فيرب اللي هي نوع من أنواع اللغة الإنجليزية. وأتمنى من عندكم تقرون هاي المحاضرة بشكل جيد، وكل المصطلحات الفوكابولاري تحفظوها بها. المصطلحات طبعا انتم مو كل المصطلحات ما تعرفوها، قسم بها تعرفوها وقسم بها مثلا جديدة عليكم فتحفظوها. وأتمنى أيضا تقرؤوها، يعني قراءة أورالي، يعني تقراها كلام يعني المحاضرة. وإن شاء الله ألتقيكم وأنتم في تمام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.